ونواصل اللقاء أيها الإخوة المؤمنون في رحاب القرآن الكريم، ونستأذن فضيلة الشيخ حسان الشذي في تلاوة قرآنية مباركة، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم يوم ندعو كل أناس فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا يا رب
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إكراما وتشريفا وتعظيما لحضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. افتح عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر ورزقناهم من الطيبات وفضلنا ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرم بني آدم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير
رب يا رب يا سيد يزيدك يا رب يا رب يوم ندعو كل أناس بإمامهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كانوا ليفتنونك عن تري علينا غير وإذا لاتخذوك خليلا وإذا لاتخذوك خليلا وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم
وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منا وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك برسل سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا ولا تجد لسنتنا تحويلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة وقرآن الفجر وقرآن الفجر من الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل
حاضر يا سيدي. أقم الصلاة أقم الصلاة صلاة لدلوك الشمس لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان ومن الليل ومن الليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ربك مقاما محمودا. ومن الليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما مخرج صدق رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق
واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من الظالمين ومن عمل الظالمين، ونسألك يا ربنا أن تكتبنا من عبادك الصالحين المصلحين. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات سورة النحل، من آيات سورة الإسراء، تلاها علينا القارئ الشيخ حسان الشذلي مشاركا لنا في تكريم الراحل الحاج عبد القوي صابر عطية في قنطرة النعنعية مركز أشمون في محافظة منوفية.